حاولت في تلك الفترة مؤسسات مصرية محمولة على طائرات النظام مصروف عليها من ميزانية الدولة إن هي تعرض وجهة النظر المصرية، لكن في الحقيقة لم يصدر ولا تقرير ولا بيان ولا مناشدة ولا أي قرار من الآلية الدولية يؤكد أو يتضامن مع النظام المصري في كل ما يفعل. على العكس، كل البيانات وكل القرارات وكل النداءات وكل التوصيات صدرت لصالح المؤسسات المناهضة للنظام المصري. هذا هو أثر من آثار عمل الملف الحقوقي في الخارج. أضرب لك مثال، أنشأت آلية جديدة كان أول عمل ليها في عام 2010 اسمها آلية الاستعراض الدوري الشامل. هذه الآلية تناقش العمل الحقوقي للدول كل 4 سنوات. ناقشت الملف المصري في عام 2010 وأصدرت توصيات تخص الشأن الحقوقي المصري 160 توصية. ثم ناقشت الملف المصري في 2000 في أي سنة كان هذا؟ 2010 قبل الأحداث دي كلها. في 2019 في 2014 ناقشت مرة أخرى الملف المصري لأن هناك دورية، فأصدرت 300 توصية خاصة بالملف المصري. هذه التوصيات تتحدث عن الإعدامات، عن الإخفاء القسري، عن المرأة، عن المدافعين عن حقوق الإنسان، عن حقوق الطفل، عن البيئة، عن الصحة، عن العمال، تتناول كافة جوانب الملف الحقوقي المصري. فأصدرت 300 توصية، فارتفعت التوصيات من 160 في 2010 ل 300 في 2014. أين وصلت اليوم؟ في 2019 كان الاستعراض الثالث. ارتفعت التوصيات في 2019 ل 372 توصية. معنى ذلك ان الدول الغربية ودول يعني كل دول العالم الموجودة داخل مجلس حقوق الانسان لا تدين بدين المناهضين للنظام، وليس يعني يحملوا جنسيتهم، لما هو يتحدث على ما تحت ايديه من معلومات تتحدث عن انتهاكات تتم في مصر. فتقوم الدولة عن طريق ممثلها بالحديث عن انتهاكات في جانب كذا وجانب كذا وجانب كذا وجانب كذا، لنصل في النهاية في 2019 أن التوصيات ترتفع من 160 توصية في 2010 372 توصية في 2019. المراجعة الأخيرة لسه يعني لو سمحت لي يعني الآن إحنا عندما نصل عند هاي النقطة، هل تستمر هذه المؤسسات الحقوقية الدولية في المتابعة أم مجرد ترفع التقارير وتخبر العالم؟ وهل تقوم الدول المعنية ذات النفوذ على مصر سواء بالمساعدات أو بالضغوطات السياسية أو الإعلامية أو الدبلوماسية باستثمار هذه التقارير والمعلومات والقضايا، أم أن تلك الدول أيضا تلعب سياسة ومقايضات مع النظام وليست جادة حقيقة في إنقاذ الحالة المصرية والشعب المصري؟ إلى أي مدى يعول على هذه الأمور مرة أخرى بطريقة أخرى؟ أسأل السؤال لكي يعني هل مطلوب من المهتمين بالشأن المصري أن يتابعوا في هذا الأمر ولا يستسلموا، يبذلوا مزيدا من الجهود، المتطوعين، المتفرغين، المؤسسات، التمويل، أم أنهم يركزوا على أمور أخرى فقط، وسائل إعلام وضجيج وإلى آخره؟ إلى أي مدى تجد بأن هذا الأمر مهم للمتابعة وللعناية من قبل الناس المعنية أو الجهات المعنية أو القيادات أو المعارضات أو أي غيره مهتم بالشأن المصري؟ تفضل سيد. بداية، المؤسسات الحقوقية لا تقوم بإصدار بيانات وتقارير فقط، ولكن بالدرجة الأولى تقوم بعملية مقابلة مع مقرر الخواص أثناء دورات انعقاد مجلس حقوق الإنسان، أو مقابلة مع أعضاء البرلمان الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي في دورات انعقاد خاصة بهم. وهذا هو السبب الرئيسي في تبني هذه الآليات لوجهة نظر المؤسسات الحقوقية، تلك المقابلات وجلسات الاستماع التي تتم منهم إلى مؤسسي المؤسسات الحقوقية. صحيح نصدر بيانات ونقوم بإرسال البيانات إليهم بأكثر من لغة، تترجم لأكثر من لغة، نصدر تقارير تتحدث عن الحالة الحقوقية تفصيلا، ولكن المؤسسات لا تقف عند هذا الأمر. المؤسسات تقوم بزيارات ميدانية، تقوم بعقد مؤتمرات داخل مجلس حقوق الإنسان، يقوم مقرر الخواص بالحضور في تلك الندوات، يقوم بعمليات مقابلات لمقرر الخواص وفرق العمل الخاصة بمقرر الخواص. المقابلات والجلسات الاستماع والتقارير والبيانات هي التي تشكل الرأي العام لدى الآلية الدولية. فبداية المؤسسات لا تقوم فقط
بالبيانات والتقارير وقامت بهذا، فهذا يبقى لا فرق بينها وما بين كل الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن بالدرجه الاولى تقوم بالالتقاء بالمقررين بصفه شخصيه في مكاتبهم في مقرات عملهم، والحديث معهم حديث فيس تو فيس كده عن كافه الانتهاكات، وتقديم ما تحت ايديهم او ارسال ما تحت ايديهم عبر الايميلات الخاصه به. هذا الملف الهام والحساس جدا اللي حضرتك اسهبت فيه، هل يستجيب النظام والحكومه المصريه والرئيس المصري لهذا؟ انا بس عايز اكمل جزئيه صغيره. ان الاليه الدوليه لابد ان نفرق بين اليه دوليه رسميه واليه دوليه غير رسميه. الاليه الدوليه الرسميه اعطت للملف الحقوقي المصري كل ما تملك. الاليه الدوليه الغير رسميه لا تملك اكثر مثلا من اصدار توصيه، يعني مثلا اللجنه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب لا تملك قرار، تملك توصيه بوقف تنفيذ احكام الاهداف. فاصدرت توصيات عديده بوقف تنفيذ احكام الاهداف. مقرر خواص لا يملكه الا المطالبه، فاصدروا مطالبات عديده بوقف كذا ووقف كذا ووقف كذا ووقف كذا ووقف كذا. لكن الالات الدوليه الرسميه ينطبق عليها ما تقول انت لا قضيه السياسه بقى. السياسه بتتحكم بقى في هذه النقطه، وهذا هي نقطه الفصل في يعني السؤال الطبيعي، هو ليه النظام ده ما اتحكمش لغايه دلوقتي؟ هو ليه النظام ده بكل جرائمه ليه ما يعني ما وضعتش الاغلال في يعني في يعني وقدم رموزه للمحاكمه؟ لان هناك نظام رسمي دولي يرى في وجود النظام الحاكم مصلحه. فدي نقطه حابب ان اتكلم عليها. لكن فعايز لكن ارجع بقى لسؤال حضرتك. الواجب الان الواجب ان يتضامن الجميع مع كل الجهود المبذوله في الجانب الحقوقي والمجال السياسي طبعا والمجال الاعلامي ومجال كل مجال من المجالات، ولكن اكثر مجال كاشف لانتهاكات النظام هو المجال الحقوقي. اكثر مجال لذلك تجد النظام لديه كلام يرد به في الجانب الاقتصادي، يعني انت ممكن تقول مصر فاشل اقتصاديا، فيطلع وزير الاقتصاد يقول لك لا احنا الميزان المدفوعات كذا وكذا وكذا وكذا. تقدر تقول مثلا سياسيا البلد مقفوله، يقول لك لا احنا عندنا انتخابات وفي ناس بتروح وفي اشراف، يقدر يقول. لكن في الجانب الحقوقي لا يستطيع ان يتحدث. اكثر ملف بيواجه فيه عبد الفتاح السيسي في كل سفرياته ازاي عندك 60,000 معتقل؟ وتلاقيه يرد يقول لك انت جبت الرقم ده منين؟ ايوه انت ما بتتكلمنيش غير عن المجال ده ليه؟ لما يسال على الاعدام يقول لك انا عندي قضاء مستقل. فهو اكثر مجال لا يستطيع النظام المصري ان يرد فيه هو المجال الحقوقي. نقطه الضعف الاكبر في حق النظام المصري او الحكومه المصريه هو الضعف في المجال الحقوقي. يقدر يرد في المجال الاجتماعي، يقدر يرد في المجال السياسي، يقدر يرد في المجال يقول لك انا عامل اكبر ساري واكبر سفينه واكبر جامع واكبر كنيسه واكبر، يقدر يقول والكلام ده تقبله وما تقبلوش في مساحه. لكن الجانب الحقوقي انت بتقبض على البنات ليه؟ مفيش رد. انت ليه بتضع الناس على قوام الترقب ليه؟ مفيش رد. انت ليه بتصدر احكام اعدام؟ يقول لك انا عندي قضاء، ما هو اصلا ده مش قضاء دي دوائر استثنائيه. انت ليه الاخفاء القسري؟ احنا عندنا 19,000 مواطن تم القبض عليهم واخفائهم قسريا مدد عديده، ومنهم من صدرت عليهم احكام بالاعدام وقت ان كان تحت القيد. لا زالوا معتقلين ال 19,000 ولا العدد الذي دخل وخرج؟ الله ينور عليك، العدد الذي ارتكبت في حق جريمه الاخفاء القسري، لكن ما دام لدينا 400,000 400 شخص ما زالوا قيد الاخفاء القسري منذ 2013 حتى الان. يعني لا يعلم عنهم شيئا ام معلوم عنهم؟ معلوم عنهم بياناتهم فقط، لكن هم فين ما نعرفش.